الكابتن حسن كمال منعوني من الدخول لنادي الجيش لمدة 9 سنوات. بعد توجيهات السيد وزير الدفاع على انه اعادة النادي بشكل يعني مصر على انه يعود مثل ما كان سابقا، فالحمد لله ربع متأملين ان شاء الله بالموجودين بالهيئة الإدارية الجديدة بقيادة الكابتن حسن فرحان والأخوة الزملاء الموجودين، واحنا كأبناء نادي يعني حاضرين بأي كبير صغيرة وكبيرة موجودين كاستشارة او محتاجينها، فاحنا ولد النادي. يعني انا بصراحه كنت مغيب او مو مغيب يعني عن 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 رضايا، ولكن قصرا يعني كان مغيبين عن النادي من سنه 2014 تقريبا، منعوني دخول نادي الجيش. ما اعرف لان اذا تعرف الان شوف نادي الجيش ما بي ولا لاعب من ذول السابقين، فاليوم شفتني بس فقط اني، القسم عندهم مسافرين، القسم عندهم يمكن طالعين، وقسم اخر يمكن عندهم بالهيئات العامه الاخرى في الانديه، لذلك انا ما عندي نادي، فقط نادي الجيش، لهذا كنت موجود انا اليوم.